شيماء البطلة الجزائرية لألعاب البحر الأبيض المتوسط المرتبة الأولى وميدالية ذهبية التتويج يعني ما جاش برك هكذا، هو تتويج ساكريفيت عليه بزاف، درت مجهودات بزاف، وين تقدر تبليسا وتعاود تحيا وتموت وما توقفش وما تفشلش، ونشكر كاع لي بيرسون اللي شجعوني ونهديها للشعب الجزائري وتزاير كومبلي ومازال الخير القدام ان شاء الله، ميرسي بوكو صحيت. Voilà, c'est un fruit de beaucoup de sacrifices, alhamdoulilah. On a beaucoup sacrifié, c'est plus de 2 ans de préparation avec l'équipe nationale, avec le club. Donc voilà, que du positif. Je remercie tous ceux qui ont été présents aujourd'hui pour nous supporter, ça fait vraiment plaisir. ما كاش كلمات تقدر تعبر واش راني حاس بيه دوكا الحمد لله يا ربي النشيد الوطني في بلادي وكلش شعور لا يوصف. هذه العائله تاعي نهدي كاع لي تابوليا اللي وقفوا معايا هذا الوقت وكل واحد عاوني وثق فيا. جي جيري مي كومبا كيما قلت لكم سيتي با لو سبيكتاكل مي افيك جي جيري الماكسيموم ديكسبيريونس تاعي اللي عندي والحمد لله كيما وعدناكم بلي ميداي